منذ سنوات تختمر أزمة المياه في إيران حتى باتت تشكل تهديدا في خريف جاف شحيح بأمطاره، كما تنبأت تقارير الأرصاد الجوية في البلاد. طهران العاصمة المحاطة بخمسة سدود لم تعد في مأمن، فتلك السدود تواجه نقصا حادا في موارد المياه يناهز 40% مما كانت عليه في أيام كهذه من العام الماضي. أكثر من 300 مليون متر مكعب هو عجز خزاناتنا لهذا العام، وعليه فالبلاد تدخل أسوأ عام على صعيد الجفاف منذ 50 عاما. عمدت السلطات إلى بناء فائض من السدود رغم أن معظمها لا يحقق كامل طاقته برأي خبراء، وذلك لتبخر المياه المخزنة من جانب وما تمتصه الأرض لاحقا من جانب آخر، وهذا يقلل من قدرة المحطات الكهربائية على إنتاج الكهرباء التي كانت تسد نحو 15% من حاجة البلاد، سياسة أثرت سلبا على قطاع الزراعة بشكل كبير. لا يمكن اجتياز الأزمة دون ترشيد المياه في القطاع الزراعي واعتماد طرق متطورة لتأمين الطاقة. يهدد شح المياه المتفاقم في إيران الاكتفاء الذاتي الزراعي، ويؤثر على صادرات هذا القطاع في اجتياز جزء من تداعيات العقوبات الاقتصادية. لكن أزمات الجفاف شكلت تهديدا لهذا القطاع الذي يستهلك سنويا نحو 92% من الموارد المائية المتجددة في البلاد. ينعكس الجفاف على ملامح العاصمة وهو أشد وقعا على مدن أخرى تعد موارد المياه شريان اقتصادها، خاصة تلك التي يعاني أبناؤها من أزمات معيشية أصلا. كانت الأرض القاحلة هذه في جنوب محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد مصدر رزق لهؤلاء المحتجين من تربية المواشي وإنتاج محاصيل زراعية قبل أن يفتك الجفاف بعيشهم. كنا ننتج أفضل لحوم المواشي على اختلافها، فلم تكن لدينا عواصف رملية. لا يختلف كثيرا حال هؤلاء عن آخرين في محافظات عديدة تواجه الأزمة ذاتها، تحديدا في جنوب البلاد شرقا وغربا. ياسر مسعود، العربي، طهران.